طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو 31 راح نشرح فيه موضوع الاستراكت. اوكي، نبلش. شلون احنا تعلمنا بالفيديو السابق كيف نعمل كيف نعمل كلاسز بالكيورد كلاس، اسم الكلاس، تو braces بنهاية البريس سيمي كولون، وبكتب الداتا ممبر والميثودز. طيب بالاستراكت نفس الاشي بالضبط، استراكت ككي وورد، اسم الاستراكت اللي بدي اياها، تو braces نهايتها سيمي كولون، بالعاده بس بكتب جويتها داتا ممبرز اونلي. تمام. طيب بدنا نعرف اشي كمان، انه انا بالكلاسز كنت احكي له public واحط له اشياء بدي اياها public، private احط له الاشياء اللي بدي اياها private. طيب اذا كتبت له اشي بالكلاس وما حددت له انه public او private، فهو by default private، يعني كل شيء بالكلاس private الا اذا انا بحكي له هذا public. تمام. on but بالstruct كل اشي public الا اذا انا بحكي له private، فاذا ما حددت لهش public او private فهو by default يعتبر public. طيب بحكي لي هون انه كيف نعرف object، تعلمنا عليها بالكلاس نفس الطريقة بالضبط، بس هون معرف لي object عادي، معرف لي object array of 10. كيف يعني object array of 10؟ يعني عندي هاي الarray اللي عرفها، تمام، اسمها time array، فيها 10 objects، يعني هاي array عرف لي array of 10 objects، تحتوي على 10 objects. تمام. وبعدين هون عرف لي time من نوع pointer، وراح نتعرف عليه بكل اشكال استخدام البوينتر لما يكون هو عبارة عن object. طيب بس بدي اعرف اشي، انه بحكي لي هون اذا كان الobject عادي هو عبارة عن array or object عادي، اذا بدي استخدم اي اشي داخل الstruct زي ما تعلمنا بالكلاس كيف باشارة الدوت، مثلا t dot print universal زي ما حكينا بالكلاس انه اسم الاوبجكت دوت اسم الميثود. اذا كان نوع الاوبجكت بوينتر ما بصير استخدم الدوت، بستخدم الارو. طيب شوف مثال بسيط، time object dot hour، بدي اطبع الاور بالدوت. تمام. طيب هسا اذا كان مستخدم وانا بوينتر، اذا كنت بستخدمه بوينتر ما بصير احكي دوت hour، بحكي arrow hour، فهيك راح اطبع لي الاول، فهذول الجملتين وظيفتهم نفس الشيء. طيب بحكي لي time btr arrow hour is same as to star time btr dot hour، لان انا بالstar time btr رح تجيب كاني انا ببطل اتعامل مع البوينتر كاني تعاملت مع الفاريبل نفسه. اوكي خلينا نشرح المثال هذا، بعدين احنا نروح نكتب من عندنا مثال. اوكي نبلش. شلون بالبدايه عرف لي struct time. طيب integer hour، integer minute، integer second، عرف لي 3 variables او data members، وال3 نوعهم حيكونوا public by default لانه. طيب بعدين لهون كتب لي الميثودز البروتوتايب لهم، بنلاحظ انه هون حكى لي الباراميتر تبعينهم تايم، ما اعطانيش لا انتجر ولا دبل ولا كاركتر، حكى لي تايم. طب شو يعني تايم؟ بنلاحظ انه اسم الاستراكت كان تايم. تمام. فهذا راح يستقبل اشي من نوع تايم. شو الاشي طيب اللي بيكون من نوع تايم؟ يعني لما اعرف variable، لما كنا نعرف احنا لما عرفنا object بالكلاس حكيت له تايم تي 1 مثلا، فالتي 1 كانت هي عبارة عن object من نوع time، فالfunction اللي هون راح يستقبل object كامل تي 1، وهسا راح نشرحه كيف يعني. طيب فهذا كان الفرق الثاني، انه الfunctions اللي داخل الstruct يستقبلوا object. تمام. وهذا نفس الاشي الثاني بيستقبل object من نوع الstruct time. طيب time dinner time، عرف اللي time dinner time، بعدين حكى لي time dinner time dot hour يساوي 18، راح عمل لي 6 للاور،
حطه 18. بعدين تايم دينر تايم دوت مينت تساوي 30، راح من اللي 6 للمينت عملها 30، ودينر تايم دوت سكند يساوي 0، راح من اللي 6 للسكند عملها 0. انا شو هون فعليا صار عندي؟ احنا خلينا نعتبر انه الاوبجكت اللي عرفته الدينر تايم هو عبارة عن بوكس خزنت فيه ال 18 تمام، وخزنت فيه ال 30 هيك اعتبروا انه كبوكس، وخزنت فيه الصفر. طيب هلا شوفوا، انا بدي استخدم استدعي الفانكشن اللي اسمه برنت يونيفرسال، بعثت له الاوبجكت كامل اللي اسمه دينر تايم، هي بعثت له كدينر تايم كاوبجكت كامل، فهذا هو الاوبجكت، راح اشيله البوكس كامل وابعثه على الفانكشن تمام. طيب خلينا نيجي على الفانكشن اللي هون. طيب هاي الفانكشن اللي انا استخدمته اللي هو البرنت يونيفرسال. طيب معرف فيه اوبجكت اسمه تي، التي راح تاخذ نفس الدينر تايم، انا بعثت الدينر تايم كامل، ف 18 و 30 والصفر بالتي، هذا داخل التي لانه بعث لها نفس، صارت نفس قيمة الدينار تايم. طيب الست فيل هلا راح نشوف شو هي، شو وظيفة الست فيل. طيب والست ويث خلوها شوي على جنب، لان هون الست ويث مع الست فيل ببطل وظيفتها تترك فراغات. طيب اطبع لي تايم دوت اور، التي دوت اور شو الاور فيها؟ 18. طيب هل اطباعها 18 زي ما هي؟ لا، شو بدي اياك تعمل اللي فيها؟ بدي تنطبع على شكل خانتين تمام؟ إذا في خانات فاضية يعني كان مكون من خانة واحدة، عبي الخانات الفاضية بصفار. طيب هل 18 خانتين؟ آه خانتين، فالست فيل هون مش راح تشتغل وظيفتها، فهي طبعا لي 18. طيب بعدين نقطتين، هاي النقطتين بعدين اطبع لي نفس الإشي، ست وث للاثنين بدي إياها من خانتين، تايم دوت مينت تي دوت مينت، المينت شو؟ 30. الثلاثين مكونة من خانتين، فبرضو الست فيل مش حتشتغل شغلها هون، فهي طبعا للثلاثين. بعدين نقطتين، هاي نقطتين، بعدين ست وث تايم دوت سكند، السكند شو قيمتها؟ زيرو. الزيرو مش من خانتين، انا بدي اياها من خانتين، كيف بدي اعملها من خانتين؟ عبي لي اياها صفار، فطبع لي اياها صفر صفر تمام. طيب خلص التون، لبرجع لهون بده يبعث لي الدينر تايم نفسه الاوبجكت هاف كامل، يبعث لي اياه للبرنت ستاندرد يعني لهون. نفس الاشي هون حيتعرف، هون انا معرف اوبجكت اسمه تي راح ياخذ القيم هاي. طيب اف تي دوت اور 18 هل هي تساوي صفر؟ لا. اور تي دوت اور هل هي تساوي 12؟ لا. اذا تي دوت اور مديولس يساوي 12، اطبع لي مديولسها على 12، شو مديولسها على 12؟ 6، هي طبع لي 6. طيب مع نقطتين ونفس الشيء، ست فل للصفر، ست وث للاثنين، طبع لي تي دوت مينت اللي هي 30، و تي دوت سكند 0 0. طيب اف تي دوت اور اللي هي 18 هل هي اقل من 12؟ لا، فاطبع لي بي ام، فهي طبع لي بي ام. ف باختصار هذا كل كلاس، الفرق اني ببعث اوبجكت كامل يعني البوكس كامل بشيله وببعث الستركت. طيب تعالوا خلينا احنا الان نشوف مثال ونشوف كيف نعمل استركت من الصفر. طيب استركت خلينا نسميه مثلا انفورميشن. شو بدي احط داخله؟ خلينا نحط داخله انه بدي نيم، ف كاركتر فيرست نيم هي عباره عن اري نحط فيها 10، و كاركتر للسكند برضه نحط فيها 10 سكند. طيب بعدين بدي اعرف له البالانس، فلوت بالانس بسيط،
تمام. بعدين بدي اعطي الري مثلا فيها البوستال كارد، ف كاركتر بوستال نمبر او كارد، خلينا نحط مثلا فيها نفس الشيء 10، وكاركتر خلينا نحكي انه فون نمبر مثلا، فون نمبر. لانه خلصت هون شو الداتا ممبرز، هلا بدي اروح على الفانكشنز. خلينا الفانكشن الاول ايش بدي اياه، يعني بدي اياه يطبع لي الاسم تاعه void print full name. تمام، حكينا ايش بياخذ، بياخذ object، بياخذ object ف information reference. طيب وبدي كمان خلينا نحكي void print information، يطبع لي information كاملين. تمام، ونفس الشيء حياخذ reference object. ننزل على المين الان، تعالوا خلينا بداية خلينا نعرف reference عادي، object عادي. ف information info بس عرفته. طيب لأن بدي بلش اعمل setting، اعمل set للداتا ممبرز. اول داتا ممبر عندي كانت ايش، اللي هي first name. طيب احنا بنلاحظ انه انا عندي two اوكي، بس خلينا بعدين نشرحها. هاي النيم بدي اعمل له النيم، اول شيء نيم دوت فيرست نيم مثلا بدي اياها تساوي محمد. طيب وبدي النيم دوت لاست نيم او سكند نيم يساوي احمد. تمام، طيب خلصت انا بالنيم الان، شو عملت؟ شو صار عندي؟ اوكي هلا بنشوف. طيب انا بدي اعرف الان ريفرنس اخر عشان احط فيه الاوبجكت شو اسمه، عشان بدي احط فيه الان المعلومات الاخرى. طيب information تعمر لobjects ثاني اللي هو information اللي نسميه info. طيب وبدي اعمل فيه للبالانس الان info dot balance equal to، او مناش equal to، خلينا نعمل له cout please enter your balance و cin info.balance. فالقيمة اللي حيدخل لي اياها تتخزن بالبالانس بالinfo.balance. طيب لبدي ادخل شو كان عندي غير البالانس، كمان نيم والبالانس البوستال والفون نمبر. طيب cout و cin info dot phone number cout please enter your postal code cin انا ليش هذول حطها اكسنشن ما ستين فاين. تمام هسه نشوف. اوكي تعالوا خلينا الان احنا نعرف الفانكشنز اللي عندي، نعمل لهم implementation.
أيهم two functions. طيب الفانكشن الأول بدي أطبع فيه النيم، فتعالوا خلينا نسميه الريفرنس اللي داخله أن. طيب إيش بدي أطبع؟ cout the full name is n dot first name. طيب وبعدين بدي أعطيه سبيس، بعدين n dot second name. فهيك انا شو طبعت له؟ طبعت له ال first name وال second name بس. طيب تعالوا الان خلينا نعمل على اللي بيطبع information كاملات، خلينا نسمي الريفرنس اللي هون i. طيب see out your balance is و i dot البالانس و انلاين see out your postal number و i dot postal و see out your phone number is i dot phone number. طيب بس واحد ثلاث عندي، وهون برضو عندي أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أوكي بضل عندي واحد اللي هي خمسة، إيش ما طبعتش أنا، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. طيب طبعا النيم اثنين يس اربعة. طيب خلينا بس نشوف شو كانت المشكلة هون بالنيم، ليش حطانا عليها ايرور مع المفروض ما يعطيش. Okay. Okay. طيب اوكي الخطأ هون انه الارايز اللي عندي هون هذول انا معطيهم قيم بالشكل هذا، لما يكون اراي ما بصير اعطيها قيم بالشكل هذا، خلينا نغيرها عن اراي ونرجع نشوف كيف الاراي لازم اعطيها قيم. طيب عشان احنا نشغل كودنا هذا يطلع صح بدناش نعملها array، بدنا نعملها pointer نفس الشيء ما هو تقريبا pointer. تمام هيك اتوقع المفروض الايرور يروح. يا صراحة تمام انا عرفت النيم الاوبجكت اللي اسمه نيم، في داخله محمد في داخله احمد، محمد للفيرست نيم راحت واحمد للسكند نيم، وعندي الانفو اوبجكت ثاني عرفت اسمه الانفو. الانفو حيتدخل هون اول مره راح يتخزن بالانفو دوت بالانس بالبالانس فوق، بعدين راح يتدخل هون حيتخزن بالفون نمبر اللي هي تابعه للاوبجكت انفو، واللي حيتدخل هون حيتخزن بالبوست اللي هي تابعه للانفو حكيناها، وهون طبعنا كل شيء. طب هلا خلونا بدنا نطبع بدنا نستدعي التو فانكشنز هذول اللي هو الاول برنت فول نيم. تمام ايش حابعث له؟ بعث له النيم. تمام والثاني البرنت انفورميشن حبعث له ايش؟ الانفو. حينبعث البوكس كامل اللي فيه النيم اللي هو فيه فيرست نيم واللاست نيم والسكند نيم وللبرنت فول نيم
بعدين حينبعث في البوكس الثاني اللي هو الانفو في البالانس والبوستل والاشياء الاخرى حينبعث للبرنت انفورميشن. تمام خلينا نشوف. طيب بليز انتر يور بالانس، خلينا نعتبر ان البالانس تبعي 20. بليز انتر يور فور نمبر، خلينا نعتبر انه هذا الفون نمبر تاعي. بليز انتر يور بوستل نمبر، هاي نعتبر انه البوستل نمبر. طيب طبعا لي ذا فول نيم از محمد احمد، يا يور بالانس از 20 ويور بوستل نمبر از ايو ويور نمبر فون نمبر از ايو. فهيك كانت طريقة استخدام الاستراكت. طيب اوكي خلينا نعمل تعديل بسيط الان. لو بدنا نعمل الاوبجكت هذا بدناش نخليه فاريبل عادي، بدنا نخليه بوينتر، لانه البوينتر اصلا مش مشروح طرف استخدامه بالسلايدات وبيجيبوا عليه. طيب ستار، تمام ما بصير اخليه ستار هيك، لازم احكي يساوي نيو واسم الاستراكت. شو اسم الاستراكت كان؟ الانفورميشن. هيك انا عرفت ريفرنس، عرفت اوبجكت من نوعه بوينتر من نوع الانفورميشن الاستراكت انفورميشن. طيب بنلاحظ انه صار يعطيني هون ايرورز. ليش؟ لانه حكينا البوينتر ما بصير استخدم معه الدوت، لازم استخدم معه الارو. تمام وكذلك الامر هون حستخدم معه الارو، وكذلك الامر هون حستخدم معه الارو. طيب البوينتر ريفرنس البوينتر هيك بيت اوبجكت، بظن اخبط بينه وبين السي شارب. الاوبجكت هيك بيتعرف للبوينتر ستار انفو يساوي نيو واسم الاستراكت، نيو واسم الاستراكت، بعدين سي ان انفو ارو البالانس، سي ان انفو ارو الفون نمبر وارو البوستر نمبر. طيب هلا هون ليش اعطاني ايرور؟ لانه البوينتر صار بوينتر، كيف ببعثه؟ هيك ببعثه بالستار انفو، بعثت الاوبجكت كامل اللي هو البوينتر كان، بعثته للانفورميشن هون، فيتحزن بالاي وحيطبع لي نفس الشيء. خلينا نشوف هيا ندخل البالانس نفس الشيء 20، الفون نمبر نعتبره هيك، البوست نمبر هيك، فهي طبع لي نفس الاشي بالضبط. فجدا مهم الاشي هذا، هيك بعرف البوينتر كأوبجكت نيو اسمه هيك اسمه، بعدين نيو اسم الكلاس، وهيك بستخدم الداتا ممبر الموجودين بالستراكت عن طريق الار. طيب الاشي الاخير انه ممكن الان يعرف لي اوبجكت اري كيف انفورميشن، سميها اي تمام 10، عرف لي اري فيها 10. طيب هلا كيف بدي استخدمها؟ مثلا بدي اعبي فيها قيم، احكي له a of 0 dot balance equal 20 مثلا. طيب a of 1 dot first name مثلا equal محمد، وخلينا نغيرها. طيب و a of 2 e dot second name و a of 3 dot مثلا phone number equal و a of 4 dot البوستال equal to مثلا. اوكي طيب نفس المشكلة هون، حكينا هذول لازم يكونوا شو؟ بوينترز مش اريز. نفس المشكلة حتواجهنا، كاركتر بوينتر هيك، هو اصلا بالامتحان هجيب لك بوينتر لانه لازم تستخدم بوينتر هون، ما بصير تستخدمها كاري لانه كمان شوي بالدايناميك رح نعرف ليش. طيب لانه شو فعليا عرفت؟ انا عرفت اري تحتوي على 10 اوبجكتس، حطيت له object of 0 يساوي 20،
object of 1 يساوي اويس، object of 2 يساوي عمري، object of 3 يساوي 512، والobject 4 يساوي غيره. فلو جيت انا هلا بدي اطبع سي اوت ذا مثلا، خلينا نحكي له ذا فول نيم او تعالوا خلينا طب نجرب نبعثه نفسه للفانكشن افضل، البرنت فول نيم، شوف شو ممكن يعطيني. برنت فول نيم، تعالوا خلينا نجرب نبعث له الاي كم، شو ممكن يصير عندي. اول شيء اعطاني ايرور، ليش؟ لانه انا قاعد ببعث اري لرفرنس، ما بصير ابعث اري لرفرنس. طيب لو بعثنا لها اي اوف 0 هل ممكن يعطينا عليها ايرور؟ لا. ليش ما اعطاني عليها ايرور؟ لانها اي اوف 0 عباره عن اوبجكت وانا بعثت اوبجكت لاوبجكت. طيب نسونا هاي مبدئيا ونسونا هاي، خلينا نجرب نطبق شو بعطيني. هسه وش راح يطلب مني اوكي. Your full name is واعطاني runtime error. ليش اعطاني runtime error؟ تعالوا خلينا نشوف. لانه انا بس بعثت له a of 0 تمام، a of 0 بخزن فيها البالانس 20، او خليناها انا بعث له a of 1 اللي هو مخزن فيها فعليا اسم. اعطاني شوفوا طبع للاسم الاول first name، بعدين اعطاني runtime error. ليش ما طبعش الاسم الثاني؟ يعني انا فعليا بعث له only a of 1 بس تمام، يعني هاي لسه مش معرفه عنده، ما بيعرف شو فيها. فاجي طبع لي end dot first name اللي هي موجوده ب a of 1 تمام، اجت هاي اطبع له end dot second name، طبعا انا لسه مش معرفها، مش بعث له اياها اصلا ماشي. بس هي هاي كانت النقطه بالاري، هيك بستخدم الاري. الاري تعرفت الاري فيها مجموعه من الريفرنسز وتخزن فيها هذول. لو مثلا بدي اجي اطبعهم for integer i equal i اقل من ال 5 i plus plus، طيب كيف بدنا نطبعها؟ بعملنا سي اوت هيك، هذا السؤال اللي جاء الفصل الماضي، سي اوت a of i طيب دوت a of i دوت ايشي، هيك السؤال كان دوت فيرست نيم. مثلا انا اطبع الفيرست نيم بس شوف شو راح يطلع لي في ران تايم ايرور تمام. ليش ران تايم ايرور؟ طيب لانه انا طبعت اي اوف 0 دوت فيرست نيم، اي اوف 0 مش فيرست نيم، فهذا كان خطا ماشي، هذا كان سبب الايرور. طيب هلا طب اجيت اطبع له اي اوف اي لحالها شو اعطاني؟ برضه بعطيني ايرور. ليش؟ لانه انا هون قاعد بطبع له اي اوف 0. طيب اي اوف 0 هي فعليا هي عباره عن اوبجكت، ما بصير استخدم الاوبجكت بالطريقه هاي، انه ما بصير استخدم الاوبجكت انه خلص اطبع لي والله الاوبجكت زي ما هو. اي اوف 0 اي اوف 0 عباره عن اوبجكت، الاوبجكت ما بنطبع بطريقه مباشره. طيب هلا لو جيت بدي اطبع له بدون جمله فور مثلا، هيك اطبع له اي اوف 0 او اي اوف 1 دوت فيرست نيم، شوف كيف الايرور اختفى تمام. طيب السؤال اللي اجى بالضبط الفصل الماضي كان هيك، معرف لي اري عاديه انتجر a اوف 5 مثلا، وبعدين حاكي لي for انتجر i equal 0 i اقل من 5 i plus plus و c out a اوف i dot first name. طيب بس خلينا نشوف هذه الفيرست نيم الها قيمة. يس الها قيمة. اوكي. خلينا نشوف. لا هو معتبر انه ما الهاش قيمة. نفس الخطأ بيعطينا عليه.
Yes, okay, B. أنا عندي ثنتين array سهل. A. شو الحط on? طبعاً أنا ما أعرفهم. طيب. هيك السؤال إجا ماشي كان معطيك كلاس بسيط أو استراكت نفس الإشي معطيك الكود هذا إله سألك شو ال... كان سألك إنه في أوتبوت إذا في تعليل للأوت إذا في شو الإيرور طبعا الكل شو عمل راح عمل طبع لي قيمة الفيرست نيم خمس مرات لأنه إحنا نفوت على جملة الفور خمس مرات تمام هذا الإشي غلط ليش لأنه البي أوف أي أو البي كلها عبارة مش عن ريفرنس مش عن أوبجكت عبارة عن أري عادية ما بصير أستخدم أري عادية مع مع داتا ممبر يعني انا بصير احكي له والله انتجر اكس وبعدين احكي له اكس دوت فيرست نيم فيرست نيم يساوي مثلا ما بصير ليش انه بس اللي بقدر استخدمه مع الداتا ممبرز بس هو الاوبجكتس فالاري هاي مش اوبجكت فهي كانت ايرور طيب والسؤال الاخير اللي اجا كان حاط لك الاري هاي عباره عن اوبجكت تمام هاي عادي صارت الـ array object حتنطبع الـ first name خمس مرات تمام فباختصارها هاي كامل الـ struct يعطيكم العافية